اذا كابتن علاء كان تحقيق تقدير واعجاب لاعبي غزل المحله اليوم طبعا. على مجهودهم الرائع وروحه العاليه الكبيره جدا اللي لعبوا بيها ماتش النهارده. دي حقيقه يا ايمن. الف مبروك فريق المحله وكابتن خالد عيد. الراجل احترم فريق النادي الاهلي قوي وده طبيعي طبعا، ده النادي الاهلي ولعب على قد امكانياته، يعني امكانيات فريقه، وقدر يضايقك انت في الملعب. الملعب كمان ايمن، ملعب المحله من الملاعب الضيقه اللي هي ممكن تتحكم فيه كويس، فهو قفل كل مفاتيح لعبك. بس كمان هو يمكن احنا قلنا بالشوطين هو عداك في حاجه، ان هو روحه اعلى منك، رغبته صح. عاليه جدا، هو رغبته عاليه مش في الفوز، ومش عايز يخسر. يعني النهارده كانت تخيل انتوا قبل المباراه يقول لك انا مش عايز اخسر من الاهلي ومش عايز اكتر من كده. فهو النهارده كان بيلعب بالفكر ده، لو جه مكسب زي ما حصل يبقى خير وبركه، ويعني عمل حاجه ما حصلتش بقى لها سنين، وبالنسبه له طبعا انجاز النهارده فريق المحل. طب. لكن لازم نتكلم بمنطق كره القدم. فريق المحل النهارده جري، بذل مجهود اكتر من فريق الاهلي كتير جدا، رغبه ان هو مش عايز يخسر مش يفوز كانت عاليه جدا جدا جدا. لعبوا على قد امكانياتهم صح، احترموا النادي الاهلي قوي، وده طبعا زي ما بقول لك انا كل فرقه بتحترم النادي الاهلي، بس انت لازم يبقى عندك حاجه. ما هو الفرقه كلها تحترمك يا ايمن عشان انت النادي الاهلي، ويبقى في بعض الفرقه طمعان فيك، بس انت لازم كمان تعدي الناس دي كلها في كل حاجه. مظبوط. يعني احنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو ان في حاجه بقى لها 3 ماتشات بالنادي بيها دايما، رغبه الفوز، الاصرار اللي عندك، الروح اللي عندك لازم تبقى عاليه. كره القدم لازم عشان تديها لازم هي يعني لازم تدي كره القدم كل حاجه، ما ينفعش تلعب باسمك صح. باسم النادي الاهلي وباسم لعيبه النادي الاهلي كلهم ما شاء الله نجوم، ما ينفعش الكلام ده. زي ما بقول لك بره الملعب بتحط رجلك في الملعب، انت لعيب كوره وانا لعيب كوره، انت احسن مني وكل حاجه ومهاريا، وانت كمان تسويقيا اعلى مني كتير قوي، بس الملعب ما بيعترفش بكده. الملعب بيعترف بالمجهود، بالاصرار، بان انا بادي كل حاجه عندي. ليه انا دايما اضيع شوط كامل وبعدين ابدا اخش مباراه الشوط الثاني؟ يعني المباراه بتاعت الجونه مستر موسيماني قال لك الشوط الاول اكنه بالظبط كان تقسيمه في تدريب، تقسيمه في تدريب بالظبط يا بلال. طيب ماشي، المفروض بقى النهارده اللي انا كنت متخيله ايمن، الفكره اتغير، ان انا لازم من اول ثانيه انا ضاغط فرقه المحله، اللي هو مش هينفع النهارده غير لما ارجع ب3 نقاط وهقدم مباراه تليق باسم النادي الاهلي. ضيعت شوط اول برضو فرص ضئيله جدا، داخل فيك هدف ضربه ثابته بعيده شويه، الحيطه زي ما اتكلمنا فيها بسرعه فتحت بدري قوي، الراجل لازم واحد واقف بره الحيطه، لازم الكره بتتبصل. احنا يعني بيقول لك روح ارمي نفسك على الكوره، بيقولها لنا كده زمان بالبلد كده، روح ارمي نفسك على الكوره. ده المنطق يا ايمن. لكن تكاسل، الراجل شاطها كويس جدا، موفق فيها جدا، راحت جامده، هدف ماشي. بعد الهدف لازم رد الفعل بتاعتك تبقى مش طبيعيه صح. زمان يعني اقول لك كان يعني يقول لك اوعى تجيب جول، اوعى تجيب هدف في النادي الاهلي، لانك صح. بتشوف زي ما بيقولوا كده في كره القدم طوفان هيحصل، دمار هيحصل، في طوفان هيحصل عليك. رد الفعل مش هي اللي كانت تقلب فريق المحل. مستر مستواه انت الشوط الثاني حاول تغييرات كتير قوي، لعب 2 راس حربه، بدانا نعتمد على الكره الطويله اللي انا برده مش مقتنع بيها من بدايه المباراه. النادي الاهلي ده معروف انه مش كره طويله، يمكن بلال قالها بسرعه ان محمد شريف مش هو اللي قلب عليه كره طويله. أيوة. كره طويله قلب عليها زي ما عملت الشوط الثاني مع بواليا مع مروان، بس كانت زحمه قوي يا ايمن، في كره في اخر المباراه بتلعب عاليه متاخره كده، وكمان كام لعيب يا ايمن بلال من لعيبه النادي الاهلي كلهم هم بيخشوا مع بعض. ماشي انا موافق ان دي كره القدم وفيها كل حاجه، انا موافق، بس لازم اكتر من كده ما ينفعش. يعني احنا متضايقين عشان اتعادلت مع الجونه باداء الجونه المتواضع جدا. أيوة. ماشي، بس النهارده المحله فارق عن الجونه في حاجه، المحله النهارده لا، فريق منظم كويس قوي، بيبذل مجهود مش طبيعي لاخر دقيقه صح. يا صحيح. ايمن اخر دقيقه او اخر دقيقتين مزبوط. محمد مجدي موقف كره على خط المرمى بتاع الشناوي، يعني دليل الناس دي بتلعب وبتجري وبتحاول. حتى الشراسه اللي انت بتتكلم عنها في الشوط الاولاني مش موجوده في البدلاء، في البدلاء بالظبط، حتى البديل بيجي. بص يا شريف، مفيش فرق، دايما لعيب النادي الاهلي معروف بشراسته، شرس جدا في الملعب، خصوصا شراسه هجوميه صح، اللي هي بيقول لك الهويه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، هويتك ان انت لا انا نازل مباراه والناس كلها عارفه، حتى الفريق المنافس عارف انت نازل
لعيبه النادي الاهلي يا جماعه خدوا بالكم من اول ربع ساعه دي معروفه عن النادي الاهلي من زمان واحد. الفوز الفوز ده من زمان على فكره مش يعني من قبل ايام نحن بكتير جدا معروف لعيبه النادي الاهلي يا جماعه لقوا من اول ربع ساعه يعني كل مدير فني متاكد يا كابتن شريف بيتكلم في المحاضره بتاعته يقول لك يا جماعه عايزين نعدي مع النادي الاهلي اول ربع ساعه عشان هو عارف طبيعي. المنظر شكله مش طبيعي اتفضل لعيبه المحله النهارده لعبت بروح الفانيلا الحمراء اللي احنا نعرفها بالظبط بص يا ايمن عشان في حاجه هو عملها التحضير المباراه خالد عيد عامله ممتاز لكن هو في ميزه كمان دايما انا بقولها كده يمكن في الاستوديو دايما المدير الفني لعبته كلها انا في ايدي حاجه انا ضامنها مليون في الميه روحك في الملعب وادائك بس انا ضامنها عارف ان عادل هيلعب هيأدي اقصى حاجه الفنيات دي ممكن يبقى النهارده عادل كويس مش كويس بلال النهارده في احسن فورمه لكن اللي انا ضامنه ان اي حد يلبس التيشيرت الاحمر لا 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 كميه جري وروح مش طبيعيه شراسه لازم اكسب عشان انا النادي الاهلي افتقدناها النهارده افتقدناها في اول شوط مع الجونه ضاعت منك في الجونه خالص مع الفرق بين الجونه والمحله النهارده بصراحه كل احترام لفريق المحله طبعا النهارده طبعا وكل احترام لكابتن خالد عيد ومبروك لجماهير المحله مكسب يعني انا متاكد ما كانش في حد في المحله كلها كان متخيل ممكن نكسب النادي الاهلي النهارده صحيح يعني خالد عيد او المحله كسبنا اهلي وزمالك ومتعادله مع بيراميدز يعني عامل مع عشان بص يا ايمن ده يقول لك ايه يعني حاجه بسيطه جدا ان فريق المحله او خالد عيد كمدير فني بيعمل احترام كويس قوي للفرق الكبيره عشان كده بيلعب معاها كويس النادي الاهلي كل فرقه لازم تحترمه طبيعي طبعا لكن عشان انا كمان تحترمني لازم انا من اول دقيقه اول ثانيه انا اللي متسيد المباراه الهدف يجي امتى مش بتاعتي هي. حتى لو بص يا ايمن في مباريات كتير قوي ممكن ما تكسبش فيها بس انت بتبقى قاعد كده في الاستوديو النهارده قد كل اللي عليهم بس مفيش توفيق او ربنا مش رايد بس كله ادى اللي عليه لا النهارده كميه الجري لو عملت حسبه بسيطه كده لا محله بتجري اكتر بيحاولوا على الكره كتير قوي النهارده في كره عند لوليد ناحيه الشمال وليد بيستلم الكره ثلاثه من لعيبه المحله مظبوط صح فهي دي الرغبه دي الرغبه ايمن وده ده الروح اللي احنا بنتكلم فيها الروح بتاعه لعيبه النادي الاهلي هي للاسف بين قوسين كده راحت للعيبه المحله بالظبط للاسف طبعا بالزبط. لكن ماشي خسرنا ثلاث نقاط يعني بعد كده ما عندكش حوافز يعني احنا قلنا خسرنا نقطتين من الجونه واتضايقنا واتكلمنا وكان عادل بيتكلم وكان اسامه معانا الاسبوع اللي فات ماشي لكن النهارده ثلاث نقاط في سباق الدوري حاجه مش في صالحك والمنافس بتاعك اتعادل امبارح يعني وقلنا النهارده فرصه تعدي مش عيب الهدايا طبعا هديه كانت امبارح مش كل مره انا عايز ارفض هديه لكن انت النهارده اديت له هو هديه يعني كابتن شريف كان بيقول لك كنا لازم نكسب عشان الضغط يروح وكان بلاقي بكام الضغط يروح على الفريق المنافس هو الزمالك عشان هيبقى خلاص الان النادي الاهلي جاي وهم معروفه كده سبحان الله النادي الاهلي بيبقى اول الدوري الموضوع انتهى تماما فانت النهارده ما تنفعش ترفض الهدايا وديت هديه النهارده للمنافس بتاعك خسرت ثلاث نقاط في سباق الدوري لسه بدري على الدوري انا متاكد لكن كويس ماشي انا موافق اللي بيحصل لك في المباريات دي وفي قدر النقاط دي تفويقه عشان انت داخل على حاجه مهمه قوي الناس كلها مستنياها داخل على افريقيا تلعب فريق محترم جدا سان داونز وبطوله الناس كلها مستنيه تقول يعني انا متاكد ممكن جماهير الاهلي النهارده يقول لك مش مشكله الدوري ثلاث نقاط النهارده لكن انا فوق عشان انا داخل على مباراتين ما فيهمش هزار فيهم بطوله طبعا بتمنى ان شاء الله النهارده الكبوه اللي حصلت النهارده تعدي على خير ان شاء الله ومش مشكله مباراه في الدوري لكن للمره الثانيه هي دي الكوره طبعا ملهاش حل طبعا اكيد لكن المره الثانيه مبروك لعيبه المحله مبروك كابتن خالد مبروك جماهير المحله